السلام عليكم. شوف العام انا تقريبا حاطين ان زارع بدر، بس اتوقع انه ما ياها ماي وايد، ياها ماي وايد بتطلع. وعقب شوف سبحان الله عقب الله يجزاهم الله خير يا وزراء اوقاف. شوفون ادوا بيبات زرعوا، شوفوا الغابة اللي بعد البذر، من البذر اللي زرعته هذه، شوفوا هاي الماي وايد ياها طلع، شوفوا كيف هاي البذر زرع، شوفوا هاي طلعت، يعني هاي العام زارعينها، شوفوا كيف. يعني ان شاء الله عقب كم سنه بترتفع، لان كان ماي هني وزرعت شيء ثاني هني بس ما اظن اتوقع طلع. حاولت ازرع وين حصل ماي زرعت، بس ما اتوقع انه فيه، على حسب الشيء الايام ماي وايد يطلع هني، ما اظن شيء هني، حتى حد بدر يطلع واحد يزرع وين يحصل ما يزرع، خليه يطلع من عقدته من العشر هنتين بعد هي في رجع. اشوف هني ها، شو هاي ويلة ذكر اني زرعت فيه دور غاف، لان الحين زرعتني كلها غاف المناطق هني. اشوف هني جزاهم الله خير حزراء غاف، هذا اللي بيعطي حينه نتيجة. هناك غابة زرعوا هاي قبلية غابة، فبياخذ مساحة كبيرة يعني، حتى زرعوا حين شوف بدأوا يزرعون الغاف، ظل بعد الخام وغيره حجم. شوف أنا زرعت هاي مثنتين الحين، يعني ما شاء الله كنت زارع أظني خمس بذرات أنا، بس شوف هاي ما شاء الله كيف طلعت. يعني كل واحد إحنا من زارع حصل خلي يطلع نص اللي زرعناه، كم بيكون؟ بيطلعين بالملايين. فهمتوا كيف؟ جابوا لها البيع عقب هذه، ها بس يصير خلاص. هاي العام زرعنا، وهناك وحده بعدها ما ياها ياها ماي بسيط عقب وقف عنها، بس بعدها صغيره بس بترش ان شاء الله. فكل واحد لابد انه وين احصل بذر، وين احصل ماء يزرع، شو بحصل بذر السدر طايح شله يودع عنده، بيحصل بدل الغاب وقت الحين بالغاب يجمع الحين يرتبه، موجودة عنده في اليوتيوب وغيره في الانستغرام كيف ترتب البذر، اللهم تدقه بأي شيء بخشبه بأي شيء عقب تجمعه وتحطه في التبريد، أما يختلف وش اللي وانت حصل ما تقص البذر مضطرب مقص الظاهر وازرع، بس بسيط يعني بسيط بسيط ما في تكلفة. أعتقد الشارع عقب شوفه تطلع غابة تكبر وتظلل، إذا كانت المنطقة كلها شير شي وغاف وسدر ما يحتاج ماي بيطلع ويشل بعمره، كم الفايدة؟ شوف الحين جزاهم الله خير زرعوا هني غاف، زرعوا مزرعة حسافته، كم بيسوي؟ زرع هني بالصيانة في النص، بالصيانة ما تسوي شي، تعبانة ما تبقى معدوم، قال إذا وقف معنا يعني هذا عادي مستقبلا يوقف معه ويسوي أي شيء يصير عليه، هي بتموت أما الغاب بتبقى. بغيتهم والله يزرعونه كلها يحسبون لينات حتى لاين في النص يزرعونه. اعتقد غابة شيء جميل جميل فوق ما تصور. الحين بالله عليكم هذا الدرب كله شيء زارعين سدر وغاب، ان شاء الله منظر عجيب، بس ان شاء الله احنا الناس تزرع ويعرفون الصح من الغلط. احنا اضطرينا بالشيار اللي هو مستورد هذا اللي ما منه فايده.